الموضوع التالي: عقد يوم السبت الأخير المؤتمر العام لانتخاب اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، وذلك في قاعة مدرسة أفاق الثانوية في كفر مندا بحضور مندوبين عن لجان أمور الطلاب من البلدات العربية والمدن المختلطة. حضر المؤتمر الدكتور عبد الله خطيب مدير التعليم العربي في وزارة التعليم، والدكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ومدر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وآخرون. وتم خلال المؤتمر انتخاب المحامي نديم مصري من عرعرة رئيسا جديدا للجنة خلفا لأحمد عبد الرؤوف جبارين، كما تم انتخاب نادر يوسفي نائبا لرئيس اللجنة، ومعتز كيلاني سكرتيرا للجنة، ومحمد عباس أمين صندوق اللجنة. للاستزادة أكثر حول هذا المؤتمر وحول دور لجان أولياء الأمور في القضايا التعليمية والتربوية، ينضم إلينا في بث حي ومباشر في الاستوديو نديم مصري رئيس اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب، وأسمهان جبالي وهي مندوبة عن مدينة الطيبة في اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب وعضو في الهيئة الإدارية للجنة. أهلا ومرحبا بكما المحامي نديم مصري وأسمهان جبالي، مساء الخير. مساء الخير لكم المشاهدين. بدي أبدأ معك المحامي نديم مصري، أنت لست جديدا في هذه اللجنة، أنت كنت ناطقا بلسانها والآن أنت أصبحت رئيسا لها. صحيح. نعم. اطلعنا على حيثيات المؤتمر، متى يعقد، من يشارك فيه، من هم أصحاب حق التصويت وما إلى ذلك. يعني صراحة اللجنة القطرية هي الدستور، اللجنة القطرية تم المصادقة عليك بالخمسة سنوات، وحسب الدستور عمليا كل 4 سنوات يتم عقد مؤتمر عام وترشيح مندوبين عن اللجان المحلية في كل بلدة، وكل بلدة تبعث مندوب عنها للمجلس العام، والمجلس العام في اللجنة القطرية يقوم بانتخاب اللجنة الإدارية، وهي مكونة من 29 عضو، حيث يتم انتخاب كل لواء، كل لواء حسب مفتاح عدد الطلاب في كل لواء. يعني لواء الشمال يتم انتخاب 9 أعضاء، ولواء حيفا 7 أعضاء، لواء المركز 7 أعضاء، منهم 2 عمليا للمدن المختلطة يافا لد والرملة والقدس الغربية، ولواء الجنوب 6 أعضاء. هذا ما حصل، يعني كان سابق عمليا في هذا المؤتمر بأنه تقدم للانتخابات ترشحوا تقريبا 36 بلدة عربية، وهذا كان إنجاز كبير بالانضمام والالتفاف حول اللجنة القطرية، وهي عمليا ممثل الوحيد الموجود في داخل البلدان. وصراحة الانتخابات سارت كما يجب، وتم انتخاب الهيئة الإدارية والمناصب السيادية كما ذكرت. نعم، وهذا يقودني إلى زميلتك في اللجنة أسمهان جبالي، أنت ناشطة في هذه اللجنة منذ متى؟ يعني قديش لك؟ السنة الثالثة. وشو اللي دعاك انك يعني تقدمي لانك تتشاركي في المؤتمر؟ ليش هالقد مهم لك؟ مؤتمر من هالنوع جدا مهم لجميع الاهالي، لانه يكون لنا تمثيل، والاهم الخطوه الاهم انه حاليا اللي احنا شغالين عليها على انه احنا نكون لجنه اولياء الامور القطريه في المجتمع العربي، انها تكون مؤسسة أو إنها تكون جهة رسمية ويكون لها تأثير أزود، إنها تكون مشاركة بجميع النشاطات بجميع الفعاليات، إنه يكون لها دور بالتأثير بجميع اللجان اللي بيتم عقدها بجلسات التربية والتعليم، بكل ما يتعلق بالتربية والتعليم بجلسات الكنيسة. أنت عضو في الهيئة الإدارية للجنة ومخولة بأن تكوني ناطقة بلسانها. صحيح، فمن هون أنا ببارك لجميع الزملاء كل منصب أخذوه، فمهم جدا إن نسلط الضوء ونبقى عارفين إنها هاي المسيرة مسيرة تطوع، مسيرة عطاء. هنا سؤالي للأستاذ المحامي نديم مصري، إلى أي مدى دور هذه اللجان؟ هناك شعور بأن لجان أولياء أمور الطلاب العرب سواء على مستوى المدرسي أو البلدة أو حتى قطريا هي أكثر شكلية، يعني دورها مش هالقد ملموس على أرض الواقع. شو رأيك أنت كرئيس للجنة الآن؟
أنا أختلف معك بالرأي صراحة. هذا يتعلق بالأشخاص اللي بيكونوا في اللجنة، يعني هناك لجان محلية ولجان مدرسية ومن ثم اللجنة القطرية يعملون وفعالين ولهم تأثير كبير. هذا هو الأساس. يعني إحنا بنقول عادة، بما أنه كما ذكرت زميلتي الأخت اسمهان، هو عمل تطوعي، ولكن العمل التطوعي هو يجب أن يكون هناك توقيت للبني آدم اللي يسمح لنفسه أن يؤدي واجبه، مش فقط انه نعين لجنة مدرسية او لجنة محلية ومن ثم هي بس تكون مسميات شكلية. نعم. ولكن انا اعتقد انه اللجنة القطرية كلجنة قطرية اعتقد اثبتت نفسها بالحقل، واعتقد انها لها انجازات كبيرة بالذات بالفترة الدورة الاخيرة، وكان لنا تأثير كبير على اتخاذ قرارات مهمة في من الوزارة والهيئات التمثيلية والذات السلطات المحلية، وبالذات اخص بالذكر يعني فترة الكورونا وجائحة الكورونا كان لنا تأثير كبير ومشاركة كبيرة في اتخاذ القرارات. يعني نعم سأكمل الحديث معك عن دور اللجان، ولكن نحن نتابع طوال الوقت قضية جلسات التوصية أمام رئيس الدولة بخصوص من سيشكل الحكومة القادمة، وهذه حتلنا وصلتنا الآن. يقول مراسل قناة هلا وموقع بنت أن كل قيادة القائمة العربية الموحدة متواجدون الآن في مدينة القدس، وذكر مصدر كبير في القائمة الموحدة لمراسلنا لمراسل قناة هلا ولمراسل قناة موقع بنت أنه حتى اللحظة لم يتخذ الحزب أي قرار بالنسبة لموضوع التوصية. إذن أعود وأذكر أن هناك تساؤلات حول قضية موقف القائمة العربية الموحدة من التوصية أمام رئيس الدولة. كما ورد لمراسل قناة هلا وموقع بنت فإن كل قيادة القائمة العربية الموحدة متواجدة الآن في مدينة القدس، وذكر مصدر كبير في القائمة الموحدة لمراسل قناة هلا أنه حتى هذه اللحظة، ونحن الآن الساعة 7:10 مساء، حتى هذه اللحظة لم يتخذ الحزب أي قرار بالنسبة لموضوع التوصية، علما بأن ممثلي القائمة العربية الموحدة سيكون آخر وفد سيدخل إلى رئيس الدولة، وهذا متوقع بعد الساعة 8 مساء. سنتابع هذه القضية. مراسل قناة هلا الفضائية حسين العبرة يتواجد في مدينة القدس، وسنعود إليه في حال جد جديد. وأنا أعود إليك المحامي نديم مصري، سألتك وكنت تتحدث عن دور اللجان أولياء أمور الطلاب. سؤالي، ما هي المعايير التي يتم وضعها من أجل انتخاب لجنة لأولياء الأمور؟ تعال نبدأها من يعني من مستوى الصف، شو هي المعايير؟ ثم على مستوى المدرسة، ثم على مستوى البلد. ليست هناك معايير محددة، وكل أهل الأهل بحكم إنه لهم أولاد بداخل المدرسة لهم الحق أن يترشحوا أن يكونوا ضمن اللجنة، ولكن مفضل إنه يكون ناس اللي عندهم وقت كافي إنهم يشتغلوا في هذا المجال ويتابعوا ويواكبوا الأمور مع المدرسة، مع المربية الصف، مع إذا كان في اللجنة المحلية مع السلطة المحلية ومع الهيئات المختلفة. يعني بيتعلق بالبني آدم إذا كان هو عنده الوقت وإذا عنده في دراية كمان بالأمور. يعني مفضل إنه كان الإنسان يكون على دراية. وهناك مثلا اللجنة القطرية عادة كانت تعمل دورات توعية إلى حقوق وواجبات لجان أولياء الأمور من الصفية وحتى القطرية، وكنا نعطي إرشادات وتعليمات، وكذلك اللجنة القطرية دائما تعطي الإرشادات والتوجيهات والرأي القانوني حتى في حال هناك مشكلة لدى لجنة محلية أو لجنة مدرسية. سؤالي إلى الأخت اسمهان جبالي، إذا واجهت أولياء أمور طلاب، يعني إدارة مدرسة لا تتعاون مع لجنة الأمور الصفية أو المدرسية، كيف ممكن يحلوا هذه المعضلة يعني، وكيف ممكن يصلوا إلى صيغة تفاهم بين الطرفين؟ تعرفي لا يخفي عليك أنه في إدارات مدارس تعارض يعني إلى حد ما. صحيح. وتقيد من عمل لجان أولياء أمور. صحيح. الطلاب بداية مهم جدا نعرف شو يعني أولياء أمور. إحنا كأولياء أمور شو يعني ولي أمر؟ وين أنا؟ كيف أنا؟ وين إحنا ممكن نأثر؟ في شو ممكن نتدخل؟ وين صلاحياتنا؟ هل في كيف التعاون لازم يكون بيننا وبين إدارة المدرسة، بيننا وبين المعلمين؟ في كثير مدارس اللي بتتبنى مشاريع اللي هي كيف يتعاملوا مع المدرسة
مع الطالب، المدرسة مع الأهل، المعلم مع الأهل، المدير مع الأهل، وبالعكس والعكس صحيح. مهم جدا نعرف هنا كل واحد شو الدور اللي له. أنا بحب أسلط الضوء على شغلة كثير مهمة، وهي لجان أولياء الأمور يعني مش مع راتب، تعالوا يعني هيك تطوع. الخلافات هاي الموجودة على أرض الواقع. طب شو السبب الخلافات؟ نرى في بعض البلدات انقسام داخل اللجنة الواحدة، انقسام داخل اللجنة الواحدة، وبنشوف بين البلدان النزاعات هاي، وبنشوف بين المجتمع يعني، ولا هي طبيعة البشر يعني. تعالوا احنا ناخذ بعين الاعتبار شغلة، لا هو لا بضيف لللقب، يعني رئيس اللجنة القطرية تواجد معنا حاليا هو المحامي نديم، لا بعطيهوش لقب دكتوراه ولا بعطيه لقب بروفيسور انه هو رئيس اللجنه، ولكن بالعكس المطلوب منه انه يعطي من وقته، بدنا من وقته ساعات طويله، بدنا منه انه يتواجد بالحقل بعده مواقف، بدنا اياه يكون جريء بعده محلات. فمهم نعرف شو دور لجان اولياء الامور. فمن هنا احنا المشروع القادم للجنه اولياء الامور القطريه هو كان المشروع قائم في السنين اللي سبقت، انه حلقات التوعيه هاي، الحلقات التدريسيه، الندوات التوعويه، اللي يعرفوا شو دورهم، وين حقوقهم، وين هم شو، وين لازم يدقوا على الطاوله، وين لازم يحكوا لا، وين لازم يحكوا قديش. هاي نقطه مهمه. النقطه الثانيه، كثير مدراء اللي بيحاولوا يهمشوا الاهل، تعالوا احنا بالتعاون بنقدر نتخطى كل عقبه. إذا فهموا كل طرف فهم شو الدور تاعيه، ساعتها بيكون في تعاون، ساعتها بيكونش هذا الصد، أو بتكونش هاي المنازعات اللي بدنا نحط الأهل على جانب، أو بدنا نشتغل بدون ما الأهل يعرفوا. فمهم جدا الشفافية والتعاون، لأنه بالأخير بصب بمصلحة الطلاب. نعم. سؤالي لك المحامي نديم مصري، وأنت الآن يعني كنت دائما ضيفنا قناتك بلسان اللجنة القطرية لجان أولياء أمور الطلاب العرب، وأنت رئيسها، والأمر اختلف الآن. الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في الناصر أصدر بيان وصلنا من وائل عمري، وهو الناطق بلسان اتحاد أولياء أمور الطلاب في الناصرة، يقول: من منطلق المسؤولية وحرصا على العمل الأهلي، نعلن أننا لم نرشح أي ممثل عنا فيما يسمى اللجنة القطرية، لسنا أعضاء في هذه اللجنة، ووجود اسم لشخص من الناصرة ليس عضوا بالاتحاد أمر غير أخلاقي وغير قانوني وغير شرعي، وتجاوز سافر للاتحاد. كما جاء في البيان الذي وصل لموقع بنت من وائل عمري كما ذكرت: نحن نطالب جميع أعضاء اللجان العرب بالاعتراض على هذه المهزلة، وندعو لنقاش جاد إقامة اتحاد عربي للجان أولياء الأمور لا يقصي أحدا ويعالج القضايا لمصلحة طلابنا ومدارسنا. البيان موقع باسم أيمن زعبي رئيس الاتحاد المحلي لأولياء أمور الطلاب في الناصرة، تعقيبك على مثل هذا البيان. صراحة مؤسف نسمع قرارات من هالنوع أو ملاحظات من هالنوع، ولكن بحب أنا أنوه أنه هذه مشاكل داخلية داخل الناصرة، يعني كل حسب منظومة ودستور اللجنة كل بلدة لديها الإمكانية تقديم مرشح من عندها اللي هو يكون مندوب اللجنة المحلية، ويمكن اعتماده في حال هناك مستند مصادق من قبل قسم المعارف التربية والتعليم في البلدة، فممكن اعتماده كمرشح. وإذا كان أي شخص آخر يريد أن يستأنف على هذا القرار أو يعترض لهذا الترشح، لديه إمكانية أن يقدم الاعتراض. بالنسبة للناصري، عمليا تقدم بالناصري مرشح من الناصري باسم الناصري، والمرشح قدم أوراقه ومستنداته حسب الأصول وحسب المواصفات القانونية، وما شفناش ولا أي شخص، لا وائل عمري ولا الأخ الثاني اللي أخ أيمن زعبي اللي هو يدعي بأنه هو رئيس الاتحاد، يدعي بأنه عمليا هو رئيس الاتحاد، ما قدموا ترشيحهم، يعني إحنا ما قصينا حدا. ثانيا، الشخص اللي قدم أوراقه وترشيحه من الناصري قدمها حسب الأصول ومستند قانوني. من هذا المنطلق ما قدموا اعتراض. الأستاذ نديم مصري، يعني كما ذكر ضيوفنا في الاستوديو في موضوع آخر، يعني المحامي نديم مصري وأسمهان جبالي، وأنتما من اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب، وأنت أسمهان يعني لديك ما تقولينه حول البيان الذي تلوته باسم أيمن زعبي رئيس الاتحاد المحلي لأولياء أمور الطلاب العرب. صحيح هيك، بدي أستوحي الرد تعي من الأجواء والتغطية اللي أنتوا عم تعملوا فيها ببث مباشر كالتالي.
احنا هدفنا كأولياء أمور وانتخاب لجان أولياء أمور كان صفية ولا محلية ولا مركزية ولا قطرية، مش مهم شو المسميات، الهدف العمل لمصلحة الطلاب. فمش مهم أكمن لجنة فيه، مش مهم أكمن عضو لجنة، أكمن رئيس لجنة، أكمن نائب، أكمن، أنا بعطي المصداقية للكل. أنا بحكي بأسمهان جبالي كأم، بحكي باسم الأمهات، باسم السيدات، بحكي باسم أولياء الأمور، الناس العادية، الجمهور العادي، مش مهم مين، يعني من ثل الأحزاب هسا موجودة، الموحدة، المشتركة، الجبهة، فلان، هم بالأخير رح يشتغلوا لمصلحة المجتمع العربي، رح يشتغلوا للمجتمع العربي. فمش مهم أنه بده يترقص، نفس الإشي اللي جان هنا، تعالوا ما نسيسهاش، ما نروحش على المنحنى السياسي. إحنا مش جايين نشتغل سياسي ولا تابعين للسياسي ولا مسيسين ولا تابعين لأحزاب. فتعالوا هيك كل حدا بده يشتغل لمصلحة الطلاب، كل حدا جاي في مشروع بصب في مصلحة الطلاب، تعالوا ليش لا. إحنا أمام معضلة كبيرة هسا، إحنا جايين على شهر رمضان، إحنا بعد سنة ونص قاعدين في بيوتنا بظل أزمة الكورونا، إحنا جايين هلأ موجودين إحنا بعطلة الربيع وإحنا جايين على شهر رمضان. فبنسأل حالنا، هل إحنا إذا رجعنا بعد عطلة الربيع رح يكون في تواجد نسبة حضور في المدارس على الطلاب على مقاعدهم الدراسية؟ رح يكون النسبة موجودين، رح يكونوا هناك موجودين، ولا إحنا هسا بظل الأزمة السياسية الموجودة، بظل التضاربات وضبابية الموقف بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة الصحة، رح نفوت إحنا فايتين؟ إحنا جايين احتمال كبير على كمان انتخابات، كمان انتخابات يعني كمان إغلاق، الكورونا ردت رجعت، فالتضاربات هاي وين إحنا رايحين فيها؟ المحامي نديم مصري، يعني الوقت يدركنا وأنا أريد أن أسألك الآن، أمامك مهمة يعني لعدة سنوات، شو نظرتك، شو الأشياء اللي أنت هيك حطتها بدك تعمل عليها خلال فترتك كرئيس اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب؟ شو هي القضايا اللي بدك تركز عليها، وهل راح نشعر بتغيير ملموس لدور هذه اللجنة؟ أنا أعتقد أنه الأمر الحارق والمطلوب منا حاليا هو إعادة الطلاب إلى المدارس بأسرع وقت ممكن، ثانيا إيجاد الحلول والمقترحات والخطط التدريسية المناسبة لعودة الطلاب لشيئين، أولا إعادة الطلاب لا من ناحية نفسية واجتماعية، علاجات للطلاب حتى نفوتهم على من حالة نفسية إلى عودة عادية طبيعية إلى مقاعد الدراسة، ومن ثم إيجاد المقترحات والميزانيات وساعات التدريس المناسبة حتى نغطي الفجوة اللي تركتها جائحة الكورونا. السنة ونص هناك كانت لدينا فروقات وفجوة، والآن هذه الفجوة تعمقت الكثير والكثير، وأعتقد إن خسارة سنة ونص أعتقد إحنا رايحين نشوف عواقبها كمان 3-4 سنين، وجيل حتى اللي موجودين اليوم أو هم يكونوا بالثانويات والامتحانات التوجيه رايحين نشوف إحنا العواقب اللي إلها. فلذلك هذا هو أهم الناس اليوم، أعتقد أهم الناس اليوم هي كيف بدهم يرجعوا أولادهم، وين بدهم يرجعوهم، وكيف بدهم يرجعوهم يخلصوا هذه. أعتقد إنه إحنا اليوم أهم شيء موجود عندنا، وإحنا اليوم كلجنة قطرية موجودين أولا في طاقم سد الفجوات بعريم، إحنا موجودين كعضو في هذه اللجنة في الوزارة ونتداول معهم الأمور حتى نجد المقترحات والخطة لإعادة الطلاب، وهناك طاقم آخر عمليا لمعالجة العنف والأمور النفسية في الوزارة، ونحن موجودون هناك في الوظائف الوزارة كعضو. أعتقد هذا هو الأمر الملح والبحاجة لعناية مباشرة. نعم شكرا. صحيح أن الوقت أدركنا، ولكن بما أنك ذكرت شهر رمضان ونحن على يعني أسبوع أمام شهر رمضان، نصيحتك للأمهات اللي أولادهم بتغيبوا عن مقاعد الدراسة؟ كل عام والجميع بألف خير. فقدنا سنة ونص، تريحنا سنة ونص، كانوا بعطلة سنة ونص، ناموا سنة ونص، الليل كلب نهار ونهار كلب ليل. شهر رمضان مش للنوم، فتعالوا شهر رمضان للعبادة للتطوع، ولكن على مدار سنين احنا بنعرف انه كداش نسبة الغياب بتكون، كداش نسبة الحضور بتكون على مقاعد الدراسة، كداش التسرب. فلهيك رسالتنا انه تعالوا نستغل، رجعنا العودة، كانت العودة موجودة على الطاولة، رح نرجع رح نفتتح المدارس، وان شاء الله انها أزمة الكورونا بتكون خلفنا، افتتحت المدارس أبوابها، طلابنا يرجعوا على مقاعدهم الدراسية. لأنه مهم جدا نعرف شغلة، الفجوات والخسارة مش بس تعليمية، الخسارة من ناحية اجتماعية، من ناحية نفسية، من ناحية تربوية. فمهم جدا، وبما أنه فيش عنا أطر بديلة، فمهم جدا أنهم
نكون احنا الامهات كامهات كاولياء امور ان نكون احنا المحفز لاولادنا وان احنا نوقف على راس سلم اولوياتنا نكون تواجدهم وعودتهم لمقعدهم الدراسي. المحامي نديم مصر، قديش بيشغلكم قضيه تسرب الطلاب او غيابهم تغيبهم في فتره شهر رمضان عن مقاعد الدراسه، وخاصه بعد سنه ويعني عده اشهر من الكورونا؟ يعني كان من الصعب اعاده الطلاب حتى في التعلم في مجموعات، وحتى التسرب كان في التعلم عن بعد، فما بالك الآن هناك سبب و يعني بقولها بين قوسين، يعني سبب ذريعة إنهم ما يرجعوش على المدارس، وبالذات يعني استعمال رمضان والعبادة، ولكن العبادة هي لا تتناقض مع الذهاب إلى العمل أو الذهاب إلى المدارس، ولكن مع الأسف هناك وعي غير خاطئ يعني عند الأهل وعند الطلاب، يعني بوقت رمضان يسمحوا إلهم بالتغيب ويسمحوا إلهم وكأنه هناك عذر شرعي إنهم ما يطلعوش على المدارس. نحن نطالب أكيد بالأهالي بحث الطلاب، أكيد العبادة والصيام ورمضان له مكانه وحيزه في الحياة الدينية والاجتماعية عنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا، ولكن التعليم كذلك لا يتنافى مع الصيام، واللي بده يصوم بيقدر يروح على المدرسة، واعتقد انه كمان هي التعلم هو عبادة اعتقد، وانه لا يجب على الاهل. هل الاليات متوفرة بايدي ادارات المدارس والمعلمين والهيئات التدريسية لمنع هذه الظاهرة؟ هذه مشكلة، يعني إذا هذا أي مشكلة موجودة عندنا من البيت، يعني إحنا لا نلوم المدارس ولا نلوم المدراء، إحنا لازم نلوم أنفسنا إحنا كأهل اللي نعطي أولادنا إنهم ما يروحوش على المدارس. يعني إذا إحنا نوجد هذه الذريعة أعتقد أن المشكلة عندنا، فالتوعية هي ليس فقط للطلاب وإنما للأهل إنهم يتخذوا القرار الصائب ويحثوا الطلاب انهم يرجعوا. يعني اليوم ما في شيء سبب انهم ما يرجعوش، في حال انه بحالة الطبيعي يعني الطلاب اليوم مش كل المدارس راجعه على تعليم مباشر بايام ملاني، يعني اكثر ما في المدارس يومين او ثلاثه بمجموعات حتى، يعني اعتقد انه على الاقل يستغلوا هذا الظرف انهم يرجعوا ويتعلموا على الاقل مشان يغطوا هاي الفجوه اللي تركوها والخساره المواد اللي خسروها خلال سنة ونص. اسمهن جبالي، بدي ارجع على قضية وعي الاهل تجاه دور لجان اولياء امور الطلاب. تشعر انه في لدى الاهل وعي كافي حول اداء ومهام هذه؟ على مدار السنين كان معرف او هيك بنعرف عن هاللجان اولياء الامور هو للتبرع، صحيح، دحلات المحارم، للي بده يتبرع براد الصف، بعرفش افطور جماعي، نعم. هيك احنا كان المفهوم، ولكن قديش هذا بينتقص من الدور الحقيقي للجنة الأولياء بالفعل الأمور. لهيك احد الاهداف كان في اللجنة القطرية على مدار 4 سنوات مضت انهم يكون حلقات توعوية ندوات، او انها تكون دورة عبارة عن 12 لقاء، كانت 12 لقاء، دورة كاملة 12 لقاء للأهالي للجان الصفية واللجان المدرسية، انه يكون لقاءات على 10 لقاءات او 12 لقاء اللي يعرفوا شو حقوقهم، شو دورهم، كيف شو الأشياء اللي ممكن إنهم يتدخلوا فيها، لوين مسموح لهم يكونوا هم معرفين مدموجين في البرامج التعليمية. فإحنا الوعي هذا بنلحظه ولكن ما زال مش كافي. في بعض المدن مفكرين إنه الأمر سياسي، وعشان هيك إحنا بنشوف هاي المنازعات، مفكرين إنه منصب سياسي أو حزب سياسي راح يأخذ حدا محل حدا أو متكتلين على الكرسي وكأنه إحنا موجودين بعرفش وين. لازم نفهم نقطة كثير مهمة، كولي أمر أنت موجود في أي إطار، كان لجنة صفية ولا مدرسية ولا مركزية ولا قطرية، لازم تعرف أنك أنت موجود هنا عشان تعطي، عشان تعطي من وقتك، عشان تساعد، عشان يتأثر، عشان تقدر كداش أنت توفر الأفضل، عشان إحنا نبني مجتمع أفضل وجيل أفضل اللي إحنا كداش نقدر نعطي ونساعد، نكون شركاء ومساعدين للمدارس عشان هم يرتقوا للأفضل في مجالهم التعليمي وصاهم التعليمي. مصر، إذا في أب أو أم بيسمعونا الآن وبيشاهدوك في هذه المقابلة وبدهم يعرفوا ما هي حقوق أو ما هي صلاحيات دعنا نسميها أو ما هي الآليات المتوفرة في أيدي اللجان أولياء الأمور، كيف ممكنهم الحصول على هذه المعلومات؟ يعني أولا اللي بده يعرف ممكن أنه يتوجه لصف اللجنة القطرية لجان أولياء أمور الطلاب، وهناك شرح كافي ووافي من عدة اتجاهات ومن عدة مواضيع.
أعتقد لجان أولياء أمور هي لديها ليس فقط كما ذكرت هو فقط كبلان مقاول لعمل داخل المدرسة، ولكن اليوم هناك وعي كبير، ولجان أولياء أمور الطلاب لديها الحيز بالتدخل في والمشاركة في اتخاذ القرارات. يعني اليوم لدى الأهل الوعي والدراية كيف إنهم يتدخلوا ويشاركوا في اتخاذ القرار والمضامين. يعني اليوم ولا أي خطة من خطط التحديات مثلا أو خطط نتسنيم ممكن انها تتقدم بدون ما انه يكون دائرة الطاولة المستديرة عمليا، اللي يجب ان يكون هناك ممثل عن اللجنة المحلية في داخل هذه الجلسة، وهناك ممكن انك نتدخل احنا في المضامين او نشارك في اتخاذ المضامين وليس فقط بالشكليات والاشياء الخارجية. عدا عن ذلك يعني الاهل ولجان أولياء أمور الطلاب ممكن هناك إمكانية تدخل في مناهج الدراسة لحد 25%. صحيح هناك في منظومة معينة حتى أنه ممكن أنهم وصلوا للتغيير، ولكن لحد 25% ممكن يقدموا خطة قدموها للوزارة عن طريق المفتش ويقوموا في تغيير هذه المناهج إذا كانت عمليا متناسبة وملائمة حسب المنهاج بشكل عام في الوزارة. نعم أسمهان جبالي، وأنت كأم يعني نحن نشهد في الفترة الأخيرة تراجع إصابات الكورونا في كل المعطيات، الأشخاص اللي بحالة خطيرة والحمد لله عددهم يتناقص، الحالات الجديدة يعني والحمد لله أيضا، وأعداد الحاصلين على التطعيم يزدادون يوما بعد يوم، ولكن هناك بقيت مشكلة وهي قضية دخول صفوف شبه كاملة يعني إلى الحجر الصحي بسبب انكشاف الطلاب على إصابة واحدة أو هناك. كأهل شو ممكن ينعمل في إزاء هذه القضية؟ الكورونا موجودة ورح نتعايش معها، يعني مش رح يجينا خبر على شاشات التلفزيون على أو على شبكات التواصل إنه خلص خلصنا الكورونا خلصت ورح نرجع لحياتنا الطبيعية، هي موجودة من ورانا. الأزمة موجودة، ولكن للأسف انت هلا ذكرت معلومة بإنه الإصابات بتقل والتطعيمات بتزيد، لا للأسف في بلدان رجعت صفرة. فإحنا إذا ما تمش تشكيل الحكومة الموضوع أنا بربطه دائما سياسي، لأني هيك بأمن، لأني أنا هيك شايفته من داخل الدائرة، أنا شايفته سياسي بحت. فإذا يعني شفنا إحنا بعيد الفصح أعلنوا إنه في شطوط بطبرية تم إغلاقها من كثر عدد الزوار المتواجدين هناك، صفوف كاملة عنا في المدارس رجعت، فتحوا المجمعات التجارية وأغلقوا المدارس. فهذا التخبطات، هاي التخبطات والضبابية عشان نبقى عارفين إحنا في كمان إغلاق، إحنا نعم. حسب شو إحنا من أرض الواقع في كمان إغلاق. السؤال أو مش السؤال، الرسالة للأهالي إنه كالتالي، إنه نطعم أزود، نلزم نعم. بالتعليمات. الكورونا ما خلصتش، الكورونا نعم. بعدها موجودة. فإحنا نعم. لازم ندير بالنا على أولادنا، مش لازم إحنا نمنحهم يروحوا على مقاعدهم الدراسية ونفس الوقت ناخذهم على المجمعات التجارية. نعم. فمهم جدا نحافظ على إحنا على أنفسنا عشان نرجع نعم. نفتح نعم. المدارس. يعطيك العافية. المحامي نديم مصري، رئيس اللجنة القضائية لجان أولياء الطلاب العرب، وأسمهان جبالي مندوبة عن الطيبة في اللجنة شو وناطقة بلسانها، شكرا على حضوركم استوديو قناة هلا.